يقول السائل: مات أبي وأما أمي فإنها ما زالت على قيد الحياة، وأريد أن أعتمر عنهما، فبأيهما أبدأ؟ الأم إن كانت قادرة على المجيء، إن كانت قادرة على المجيء والوصول إلى مكة وهي لم تؤدي حجة الإسلام، يجب عليها المجيء، ولا تصح النيابة عنها وهي تقدر على المجيء ولم تؤدي عمر حجة الإسلام، لابد من حضورها. أما الوالد الميت فتحج عنه، تحج عنه إذا كان ما حج حجة الإسلام، تحج عنه فتبدأ بالميت الذي لا يقدر. أما الأم إذا كانت تقدر فلا بد من مجيئها. نعم.